السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زياد سامي سعد. هنتكلم عن البروجكت بتاع المشروع، ودي الأسامي بتاعتنا. البرزنتيشن بتاعنا والمناقشة بتاعتنا احنا اتكلمنا فيها عن الانترودكشن والابوليتنج فاكتور والكيس ستادي بتاعتنا والسامينج اب، ولكن في الفيديو ده احنا هنبتدي بشرح الكيس ستادي بتاعتنا، عشان طبعا ده صلب الموضوع بتاعنا وعشان الفيديو ما يطولش يعني على حضراتكم. في البداية هنتكلم عن الانجل روم سيميليتور، محاكي الانجل روم. منظمة الـ IMO وافقت على هذه الفكرة ودعمتها، وقامت العديد من المنشآت والمؤسسات البحرية بإنشاء السيميليتور الخاص بها، وده بسبب التدريب والتعرف على المعدات والماكينات الموجودة في الانجل روم في الصورة الطبيعية، والاستفادة طبعا من التدريب. السيميليتور عندي بيتقسم إلى نوعين، أول نوع الكمبيوتر بيزد تريننج، وتاني نوع الفول ميشن. الكمبيوتر بيزد تريننج في أكتر من 30 تريننج موديل مختلفين، بيحتوي على 2D و3D سيموليشن. تاني نوع عند الفول ميشن ده فيه انجن كنترول روم وانجن روم وانستراكتور روم. في البروجكت بتاعنا احنا استخدمنا الانجن روم سيميليتور من نوع الفول ميشن. عشان أعمل محاكاة للأخطاء والعيوب الناتجة عن غازات الاحتراق اللي بالتالي بتؤدي للفشل في الإنجن باور، وبتأثر معايا في الماكسيمم بريشر جوه السلندر سواء كان بيزيد أو بيقل، فاحنا زي ما قلت احنا استخدمنا انجن روم سيميليتور من نوع ترانزيس من نوع الفول ميشن، واستخدمنا برودكت تانكر في الفول سي سيناريو. والانجن بتاعنا كان من نوع مان بي اند دبليو، الموديل بتاعه كان 6S50MCC. ودي مواصفات المركب اللي احنا اشتغلنا عليها، ودي مواصفات الانجن. هنهتم بالانجن طبعا، النوع زي ما قلت كان مان بي اند دبليو، الموديل بتاعه كان 6S50MCC، 6 سلندر، البور بتاعه كان 600 ملي، والاستروك كان 2400 ملي. الام سي ار كانت 18420 هورس باور عند ار بي ام 105. احنا الكيس ستادي بتاعتنا بتتقسم معانا لثلاثة سيناريو، اول سيناريو فيه 4 حالات، وتاني سيناريو فيه 2، واخر سيناريو فيه 1. احنا عندنا الكيس ستادي فيها 7 حالات. اول حالة عندنا في اول سيناريو كانت الـ Early Injection، الحقن المبكر. بمعنى الحقن المبكر ان الوقود بيخش غرفة الاحتراق قبل البيستون ما يوصل عندي للتوب ديد سنتر، وده طبعا بيحصل بسبب عدة اسباب. اول حاجة الميكانيكال وير، مع مرور الوقت منظومة الحقن بتتعرض لإجهادات، وبالتالي الدقة بتاعتها بتختلف وبتقل، وده بيأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن. تاني حاجة الضغط غير الصحيح لمنظومة الحقن والفول انجكتور او التايمنج بتاع الانجكشن مضبوط ان هو اصلا ايرلي. تاني حاجة الدمج والعيوب اللي بتبقى موجودة في الفول انجكتور، ده بتأدي الى طبعا الايرلي انجكشن. اخر حاجة جودة الوقود المستخدم طبعا بتأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن، وبتختلف طبعا على حسب نوع الوقود المستخدم. ولو الوقود مثلا السيتا النمبر بتاعته قليلة، فاضطر ان انا اعمل ايرلي انجكشن عشان اضمن احتراق كامل للوقود، فبالتالي لازم احسن جودة الوقود المستخدم عشان الوقود بيأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن. الجراف ده بيوضح الفرق بين الماكسيمم بريشر جوه السلندر في حالة النورمال انجكشن كانت 120 بار. في حالة الايرل انجكشن لما عملنا الحالة دي السيميليتور طلع لنا الماكسيمم بريشر بتاع الايرل انجكشن، وصل معاه 130 بار، ومعنى كده ان البريشر جوه السلندر زاد بنسبة 8.3%، وده طبعا بيسبب اجهادات ميكانيكية عالية على المحرك، ويسبب اضرار كبيرة على المحرك، وممكن ان انا اخسر المحرك في اقرب وقت، وبالتالي لازم ان انا طبعا امنع الايرلي انجكشن. طب امنع الايرلي انجكشن ازاي؟ عن طريق طبعا كذا حالة. اول حاجة عندنا كلابريت انجكشن تايم، معايرة توقيت الحقن، لازم اظبط توقيت الحقن واتاكد ان الوقود بيحصل له انجكشن في التايمنج المناسب. تاني حاجه المينتنس، الصيانه الدوريه لمكونات منظومه الحقن والفول انجكتور، وطبعا النظافه المستمره، عشان طبعا كل ده بيأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن. تالت حاجه الضبط الصحيح لمنظومه الحقن والتايمنج بتاع الانجكشن، عشان التايمنج طبعا مهم، طبعا ان انا اتحكم في التايمنج بتاع الانجكشن بتاعي. رابع حاجة تحسين جودة الوقود المستخدم، زي ما شرحت ان الوقود بيأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن، فحاول ان انا احسن جودة الوقود المستخدم، وفي نفس الوقت ما اجيبش وقود السيتا النمبر بتاعته قليلة فاضطر ان انا اعمل ايرلي انجكشن، لا لازم اعلي السيتا النمبر بتاعته. والسيتا النمبر ده رقم بيانديكيت للكواليتي بتاعة الانجكشن وسرعة الاحتراق. واخر حاجة تحسين الانجل لود بتاعي.
تاني حالة عندنا هي الليت انجكشن، الحقن المتأخر، إن الوقود بيخش غرفة الاحتراق بعد البيستون ما يوصل عندي للتوب ديد سنتر، وده طبعا بيحصل بسبب عدة أسباب، منها الضبط غير الصحيح لمنظومة الحقن والتايمنج بتاع الانجكشن والفيول انجكتور، أو إن التايمنج بتاع الانجكشن مضبوط إن هو أصلا تو ايرلي، يعني متأخر جدا. تاني حاجة، امداد الوقود جوه المحرك بطيء، وده بسبب عيوب في الانجكتور او ان درجة الحرارة بتاعت السلندر منخفضة جدا، فده بيؤدي الى الليت انجكشن. رابع حاجة عندنا، جودة الوقود المستخدم تكون رديئة، فبالتالي هتأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن. التآكل والبري اللي بيحصل للانجكشن بامب عندي طبعا ده بكل ده بيأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن وبيؤدي الليت انجكشن، او ان البريشر جوه السلندر اصلا قليل، كل دي اسباب بتؤدي الى الليت انجكشن. في الجراف ده زي ما شرحنا قبل كده، في النورمال انجكشن كان الماكسيمم بريشر كان عند 120 بار، في الليت انجكشن وصل معايا ل 111 بار، معنى كده ان البريشر جوه السلندر قل بنسبة 7.5%، وده طبعا ليه نتائج. اول حاجة انا قللت الانجن باور وقللت استهلاك الوقود، ولكن بقى عندي اميشن كبيرة جدا والاميشن بتاعتي زادت، وده طبعا بيسبب تلوث للبيئة البحرية، فلازم طبعا ان انا اخد اجراءات ان انا امنع الليت انجكشن عشان اقدر اتحكم في التلوث ده وامنعه، وفي نفس الوقت ما اقللش الانجن باور بتاعي. اول حاجة الضبط الصحيح لمنظومة الحقن والتايمنج بتاع الانجكشن، واتاكد ان الوقود بيحصل له انجكشن في التايمنج المناسب. تحسين الانجن لود بتاعي وتحسين جودة الوقود المستخدم، واستخدام وقود الكواليتي بتاعته عالية عشان طبعا بيأثر معايا في التايمنج بتاع الانجكشن، وتحسين الاوبريشن كونديشن، تحسين الظروف التشغيلية زي درجة الحرارة والرطوبة، درجة الحرارة بتاعة الهواء طبعا اللي داخل الانجن بتأثر معايا في الكمبريشن ريشيو، فلازم ان الهواء اللي داخل يكون درجة حرارته مرتفعة عشان اضمن احتراق كامل. وتاني حاجة ان الرطوبة ما تكونش عالية في الهواء، عشان لما الرطوبة نسبة الرطوبة بتكون عالية في الهواء نسبة الاكسجين عندي بتقل، وبالتالي ما بيحصلش احتراق كامل، فلازم اقلل نسبة الرطوبة عشان اضمن احتراق كامل واقدر ان انا امنع الليت انجكشن. انا مي عجمي وهتكلم في نفس السيناريو اللي زياد بدأ منه، بس هتكلم على الانجكشن فالف وير. ايه هو الانجكتور؟ هو عبارة عن سمول نوزل بتعمل سبراي للفويل ات هاي بريشر داخل الكومبشن شامبر. بيكون عندي عدة اسباب علشان يحصل الوير في الانجكشن فالف. اول حاجة بور كواليتي فويل، لو الكواليتي بتاعت الفويل قليلة فهو بيحتوي على جزيئات بتعمل على تآكل الانجكشن فالف. انديكوات فويل فلتريشن، ان انا ما غيرتش الفلاتر بتاعت الاويل او بتاعت الاير. هاي انجن اوبريتنج تمبريتشر، درجة الحرارة العالية بتعمل على تمدد اجزاء الانجكشن فالف فبيحصل تآكل. الفويل سيستم مينتننس، النظام الدوري للحقن المفروض بيعمله صيانة دورية. هاي فويل بريشر، ان لما الضغط بيزيد بشكل كبير فده بيعمل تآكل للانجكشن فالف. اللونج تيرم يوز، ان حتى بسبب الاستخدام المستمر حتى في حالة وجود صيانة دورية فده بيعمل تآكل انجكشن فالف مع مرور الوقت. هنا بيحصل عندي ان الضغط بيقل يوصل ل 115 بار، وبيحصل لي نفس الديفكت اللي بتحصل في الليت انجكشن، زي ان هو بيحصل reduce في الانجين performance وبيزود الفيول consumption وبيعمل increase للإميشن. بيعمل كمان اختلال في نظام المحرك بسبب عدم وصول الفيول بشكل منتظم، ممكن يوصل ان يحصل دامج في الانجن كله. ازاي امنع الانجكشن فالف وير ان هو يحصل او يعني حتى اقلله؟ ان انا استخدم هاي كواليتي فويل علشان ما يكونش بيحتوي على اي جزيئات تعمل تآكل، وان انا اغير الفلاتر بشكل مستمر واعمل واشوف هي بتتغير كل قد ايه. بشوف الصانع قال لي ان الانجكشن فالف دي بتتغير كل قد ايه، فهي تقريبا بتتغير من 3 لـ 4 سنين. بعمل مونيتور للانجن اوبريتنج تمبريتشر علشان احافظ على درجة الحرارة المناسبة اللي ولا بيحصل عندها ولا تمدد ولا انكماش لأجزاء الانجكتور. بشوف الانجكشن تايمينج علشان اتجنب حدوث ليت انجكشن او ايرلي انجكشن. يوز كوركت فويل بريشر علشان احافظ على الضغط المناسب علشان ما يحصلش اي تآكل في الانجكتور بامب. بعد كده هتكلم عن رابع مشكلة بتحصل في اول سيناريو، وهي البيستون رينج وير. هي مشكلة شائعة جدا في معظم ال internal combustion engine. ايه هي اصلا الرينج دي؟ هي عبارة عن حلقة بتسد المساحة ما بين البيستون وما بين السلندر وول، فبيزداد ضغط الاحتراق. بسبب حركة البيستون المستمرة فبيحصل
تآكل للبيستون رينج، فبتقل قدرتها على سد المساحة دي، فبيقل الانجن باور وبيزداد الاويل كونسامشن. عندي عدة أسباب علشان يحصل عندي وير في البيستون رينج. أول حاجة الثيرمال ستريسز بسبب درجة الحرارة العالية نتيجة الاحتكاك وبسبب الحركة المستمرة للبيستون. ميكانيكال ستريسز بسبب حركة البيستون طالع نازل. البور كولينج ريليتنج تو كومباشن شامبر، ان انا بعملش كولينج للكومباشن شامبر نفسها، سواء من الخارج عن طريق الكولينج ووتر سيستم او من الداخل عن طريق اللوبريكيشن. بور فول كواليتي، هنا بنتكلم عن الفول اللي بيتم ان احنا بنعمل بيه لوبريكيت او ان احنا بنرشه. incorrect lubrication، ان انا بيحصل عندي ان نوع الزيت ما كانش كويس او ان كميته كانت قليلة او ان انا ما بيحصلش عندي احتراق كامل للوقود. زي ما واضح هنا ان البيستون رينج وير هي اسوأ حاجة حصلت في اول سيناريو، ان الضغط هنا قل جامد وصل ل 108 بار بنسبة تقريبا 10%، وده كان اسوأ حاجة. وهنا اساسا بيسبب عده حاجات زي لوس في الكومباكشن وكمان انكريس في الاويل كونسامشن، بيعمل بور انجن بيرفورمانس وبيزود الاميشن. بيزود حاجه مهمه جدا وهي التمبريتشر بتاعه الاكزوست جاز، اللي هي بتكون في الحاله النورمال تقريبا 13.3 وبتوصل ل 68.8، وبيعمل الارم علشان يبتدي يحذر ان هنا خلاص البيستون رينج باظت، فبنحتاج ان احنا نغيرها او يعني نتخذ الاجراءات المناسبه. بعد كده ازاي بنعمل بريفنت للبيستون رينج وير؟ اول حاجه بشوف اجراءات الصانع اللي هو قال لي هي بتتغير كل قد ايه، لان احنا المركب الانجن عندنا 600 ملي متر بور، فده بيتغير تقريبا كل 16000 ساعه. تشوف ان انا بستخدم هاي كواليتي فول، سواء الزيت بتاع الفزيت او الفول بتاع اللي بيحصل له كومبريشن. افويد الاوفر لودنج على الانجن، ان انا ما شغلش الانجن وقت كبير على سرعات عالية. اكستند رننج اور، ان الزيت بيتحلل بسرعة في حالة ان الانجن توقف العمل لفترة طويلة، فبيحصل ان الرينج دي بتتآكل، وان انا بغير الاير فلتر بشكل مستمر، بسيب الانجن وقت كويس علشان يسخن قبل ما اشغله، ده بيساعد على تدفق الزيت بشكل صحيح فبيقلل البيستون رينج وير. انجكشن بامب كافيتيشن دي حاله بتحصل في الديزل انجن فول انجكشن سيستم، بتحصل لسببين. اول حاجه ان انا يكون عندي insufficient fuel supply، تاني حاجه ان انا يكون عندي air leaks into the fuel system. الكافيتيشن هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ان انا بتكون عندي collapse of vapor bubble في الليكويد، ودي بتعمل tearing لسطح البامب من جوه، فبتؤدي الى تاكل البامب، وبالتالي بيحصل دمج للبامب والباقي مكونات الفول سيستم. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى حدوث انجكشن بامب كافيتيشن؟ ان انا عندي اول حاجه زي ما قلنا الانسفيشنت فول سبلاي، ان انا ما يكونش عندي وقود كافي، وده بسبب مثلا ان انا ما يكونش عندي وقود في التانك كافي اصلا، او يكون عندي مثلا ان الفلترز مش مظبوطه او الفول بايبز فيها اي ليكس. تاني حاجة air leaks in the fuel system، وده طبعا هو insufficient fuel supply، واللي بقى على أساسه إن بيكون عندي هواء داخل ال pipes بتاعة ال fuel. تالت حاجة بيكون عندي worn or damaged injection pump، إن ال injection pump بيكون فيها damaged أو تكون فيها damage، وده بسبب مثلا إن أنا بستخدم fuel مش مناسب، او مثلا ان انا عندي بستخدم سرعات عالية للمحرك لفترات طويلة. رابع حاجة ان يكون عندي incorrect fuel viscosity. incorrect fuel viscosity مثلا لو انا عندي الفيسكوستي عالية قوي تعطل حركة البمب، ولو الفيسكوستي قليلة قوي يبقى عندي اللوبريكانت مش كويسه، فلازم استخدم فيسكوستي كويسه. incorrect injection timing، ان لازم يكون
يعني مثلا ال incorrect injection timing، ان انا لو عندي injection timing مش مظبوط هيوصل الفول للسطح السلندر متأخر، فهيحصل عندي incomplete combustion. تمام. الفيجر اللي قدامنا ده بيعبر عن البريشر في حالة النورمال بامب انجكشن، وفي حالة لو عندي ديكريتيشن في البامب انجكشن. لو في حالة النورمال بيكون البريشر حوالي 120 بار، في حالة ان انا عندي كافيتيشن بيبقى حوالي 112 بار، فبيحصل ديكريز بنسبة حوالي 6.67%، وده بيؤدي الى تدهور في اداء المحرك كنتيجة لانخفاض في الثيرمال والميكانيكال افشنسيز الموجودة في الديزل انجن. ازاي امنع ان انا يحصل عندي كافيتيشن في الانجكشن بامب؟ اول حاجه ان يكون عندي اعمل مينتيننج للفول سيستم، ان اعمل صيانه دوريه للفول سيستم. تاني حاجه ان انا استخدم فول بكواليتي عاليه زي ما المانيفاكتشر خصائصه، زي ما المانيفاكتشر بيحدد. اعمل دايما ان انا احدد الليكس اللي بتحصل في الفول سيستم، واشوف هي بتحصل في اهني بايب واحاول ان اصلحها. رابع حاجه ان انا اعمل مونيتورنج للانجكشن تايم، ان انا اتابع الانجكشن تايم دوريا، بحيث ان انا لو حصل عندي اي اختلاف في الانجكشن تايمينج ابدا ان انا اصلح السيستم ده. تالت خامس حاجة ان انا بستخدم فويل فيسكوستي كويسة زي ما المانيفاكتشر بيحدد، علشان ما يحصلش عندي زي ما قلنا يا اما تكون الفيسكوستي عالية او تكون قليلة فتسبب مشكلة من المشكلتين اللي احنا عرضناهم. اخر حاجة الافويدنج، ان انا اتجنب يكون عندي ان انا احمل المحرك باحمال عالية لفترات طويلة عشان ما يحصلش كافيتيشن في البامب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ايهاب اشرف علي، وهنتكلم على السكند سيناريو في الكيس ستادي بتاعتنا، وهو اللوجينج اوف الانجكشن فالف نوزل. وزي ما احنا شايفين هنا في الصور الانجكتور، الصوره اللي على اليمين فوق بتوضح لك شكل الانجكتور وهو بيعمل انجكشن للفول، وهو ما فيهوش اي حاجه بتعيق الفول هو ان هو يخرج او اي حاجه سده الانجكتور، زي ما احنا هنشوف في الصوره المقابله ليها. ان الفلو ريت هنا مختلف، هنا ابتدى الفلو ريت يقل، البريشر ابتدى يقل بتاع الفلو هو داخل السلندر، الباترن حتى بتاع الرش او السبراي اللي طالع من الانجكتور اختلف. فهنا هنقدر نقول ان ده الفرق ما بين لو الانجكتور سليم نضيف ما فيهوش اي حاجه بتعيق الانجكشن اللي داخل السلندر، وهنا هنقدر نقول ان ده العكس تماما عنه. بقيه الصور هنا بتوريني ايه؟ بتوريني شكل الانسداد دوت عن قرب بالمايكروسكوبك فوتوز عاديه، بتوريني شكل الانسداد ده عن قرب عشان اقدر اتعامل معاه واقدر ادرسه بشكل احسن. طيب هنا المشكله ديت بتبقى من المشاكل الشائعه جدا اللي بتبقى موجوده في المارين ديزل انجنز. بقدر طب المشكله ديت انا المفروض الاحظها ازاي، او ايه هي اسبابها، او هي بتعمل لي ايه في الانجن كل دوت، او اقدر امنحها ازاي، كل ده هنقدر نتكلم عليه في السلايدز اللي جايه. طيب ايه المشكله دي بتاثر لي ازاي على الانجن بتاعي او على الاوبريشن بتاعتي عامه؟ اول حاجه ان هي بتاثر لي على بتعمل ريدكشن للانجن بيرفورمانس بصوره عاليه جدا. تاني حاجه ان هي بتزود لي الفيول كونسامشن بدرجه ملحوظه عن الطبيعي. لو المشكلة دي ما تمتش معالجتها وتم التدخل السريع في حلها، بعد فترة ممكن توصل التأثيرات بتاعتها انها تعمل لي دامج للانجن بتاعي، او دامج لبعض الكومبوننتس الموجودة جوه الكومباشن تشامبر بسبب الاسترسز العالية اللي بتبقى موجودة جوه الكومباشن تشامبر، وبسبب ان ما بيحصلش كومبليت كومباشن بروسيس بيطلع اميشنز بدرجة او بنسبة اعلى من المفروض تطلع، فبيعمل لي تلوث بدرجه عاليه للمارين انفايرمنت. طيب ايه هي الاسباب بتاعه الكلوجنج اوف الانجكشن فالف نوزل؟ الاسباب دي اول حاجه فيها هي الاوفر هيتنج، وهنا ان زياده درجه حراره الانجكتور او درجه حراره الانجن ده بيسبب مع الاحتراق اللي بيحصل للفول
بيطلع لي كربون ديبوزيت بتبقى موجوده بتترسب على السيرفس بتاع الانجكتور، وبتبتدي هي اللي تعمل لي الانسداد للفتحات اللي بيخرج منها، انسداد جزئي او انسداد تام للفتحات اللي بيخرج منها الفول عشان يدخل للسلندر عشان يحصل له اجنيشن. طيب الاندر كولينج، احنا هنا الحاجه المعاكسه تماما للاوفر هيتنج. الاندر كولينج انت هنا ما بيحصل عندك كولينج بشكل مش كويس او بدرجه اقل من المفروض يحصل عليها، فده بيزود لي الفيسكوزيتي وبيخلي لي درجه حراره النوزل نفسها تبقى اقل من الطبيعي، فده بيخلي ان الفلو ريت اللي معدي يبقى تو لو، قليل جدا، فما بيحصلش فابورايزيشن للفول بدرجه كافيه عشان يحصل الاحتراق الكامل جوه السلندر. الاوفر كولينج، الاوفر كولينج انت هنا درجه التبريد للنوزل او للجسم للانجن كله، يعني الجسم الانجن كله بيقلل درجه حراره النوزل تب، فبيحصل عليها ان ما بيحصلش كومبليت كومبشن بسبب ان الفول وهو خارج منها بيتاثر بدرجه حرارتها، فبدرجه حراره الفول بتقل وما بيحصلش فابورايزيشن للفول برضه. بعد كده لو حصل ليكج في النوزل ذات نفسها، يعني ايه حصل ليكج في النوزل؟ يعني ان النوزل حصل فيها ويرنج، حصل فيها تيرنج، اي مشكله ادت ان يحصل فيها كراك بسبب الاسترس اللي عليه بتتعرض لها. طيب هيؤدي لايه الليكج في النوزل ده؟ قال لك هيؤدي ان يحصل ريدكشن في الفول بريشر وريدكشن في الفلو ريت بتاع الفول وهو داخل السلندر، فده هياثر لي على الكومبشن بروسيس مش هتحصل بشكل كامل، وكمان هيخلي السبراي باترن بتاع الفول وهو داخل السلندر يبقى الريجولر سبراي باترن. بعد كده في نفس بسبب الليكج اللي هيحصل في من النوزل دوت هيعمل حاجه اسمها فول دريبل. الفول دريبل ده بيبقى عباره عن ان السايز بتاع الدروبلتس بتاعه الفول اللي داخل السلندر انجن، السلندر بتاعه الانجن بيبقى حجمها اكبر من الحجم الطبيعي ليها. بعد كده نيجي لنقطه الويك سبرينج. الويك سبرينج هنا هي السبرينج دي بتبقى داخل ان كومبوننت من الكومبوننتس اللي جوه الانجكتور المسؤوله عن الكنترول بتاع الفلو والبريشر بتاع الفول اللي داخل الانجن. لو حصل فيها اي خلل سواء من تاكل او من بري ليها، ده بيأثر لي على الفلو ريت والسبراي باترن وبيزود لي السايز بتاع الفول دروبلتس اللي داخله للسلندر عشان يحصل لها اجنيشن. بعد كده السلاك نيدل. السلاك نيدل ده هو عباره عن مصطلح بنقوله لما يحصل وير ما بين النيدل بتاعه الانجكتور والبادي بتاع الانجكتور ذات نفسه او الكيس اللي بتحيط بالنيدل دي، فده بيقلل لي الفول فلو ريت اللي داخل وبيزود لي البارتيكل سايز، الفول بارتيكل سايز اللي داخل للانجن. بعد كده البور اتوميزيشن. يعني ايه اتوميزيشن؟ الاتوميزيشن ده هو ان انا عايز اخلي الفول دروبلس دي توصل ل سايز معين بحيث ان يحصل له احتراق بشكل كامل، الفول اللي داخل كله يحصل له احتراق بشكل كويس، فيديني اقدر استغل اكبر كميه من الباور او قيمه، اخد قيمه من الباور عاليه اقدر استفيد بيها من الانجن دوت. طب البور اتوميزيشن ده بيحصل بسبب او اسبابه يعني حاجات كتيرا، ان احنا مش قادرين ان احنا نتعامل مع مش جايبين فول الكواليتي بتاعته عاليه، مش مظبطين درجه حراره الفول وهو داخل الانجن. طيب ايه البور اتوميزيشن بيعمل لي او هو ليه سبب في الكولوجنج وفي الانجكشن؟ ان هو بيزود لي الفول دروبلتس اللي داخله للانجن، ودوت بيعمل لي التايم، بيزود لي التايم اللي بحتاجه عشان اعمل كومبشن للفول ده. سبب تاني من الاسباب بتاعت ان البور اتوميزيشن واحد اسباب الكولوجنج وفي الانجكتور بتاعي، ان هو بيقلل لي بيزود لي الفيسكوزيتي بتاعه الفول، فعشان كده مش بعرف اعمل له انجكشن بصوره كويسه. ممكن يعمل لي تاكل في الفول بامب، فده يقلل الفول بريشر اللي داخل الانجكتور، فما يحصل يترسب جوه الانجكتور ويسده لي. بيزود لي بسبب طبعا عدم الاحتراق الكامل اللي بيحصل بسبب الانسداد دوت، بيزود لي درجه حراره الاكسوست وبيزود لي السموك الخارج من الفانل.
وكمان بيزود النويزي اللي موجوده جوه الانجن. طيب نيجي لاخر نقطتين وهما يعني نفس الحاجه، بس هل هي زادت او قلت او كانت بشكل صحيح او لا، هي البور بنتريشن والاوفر بنتريشن. طب يعني ايه بنتريشن للفول؟ ان هي المسافه اللي بيمشيها الفول من الاول ما يطلع من التب بتاعه النوزل لغايه ما يوصل للكراون بتاع البيستون. لو المسافه دي زادت او قلت بيحصل مشكله في الكومبشن بتاعي او في عمليه الاحتراق بتاعتي. بالنسبه للبور بنتريشن هو ما بيحصلش او بتقلل من الميكسنج اللي بيحصل ما بين الكومبريسد اير وما بين الفول الى داخل السلندر، بتزود لي برضو التايم بتاع الكومبشن بروسيس بيزيد اللي هحتاجه، بتزود لي الفول كونسامبشن كمان اللي هحتاجه عشان اعمل الاحتراق الكامل او عشان اقدر اوصل للباور اللي انا محتاجها، بتقلل بيقل البريشر بتاع الفول اللي داخل جوه السلندر، بتزود درجه حراره الاكزهوست والسموك برضو، هم درجه حراره السموك اللي طالع من الفنل بتزيد، بتعمل لي حاجه اسمها افتر بيرنينج. ده بالنسبه للبور بنتريشن. الاوفر بنتريشن بيبقى هنا بسبب بيعمل بعض من المشاكل اللي لسه قايلينها او نفس الاسباب تقريبا اللي لسه قايلينها في البور بنتريشن. نيجي هنا للسيميليشن للسيناريو دوت على الطبيعه او في السيميليتور، يعني ادانا الاريات دي، لقينا ان احنا لما بنبقى ماشيين في النورمال كونديشن وبنعمل انجكشن بصوره طبيعيه وان ما فيش اي مشكله، الماكسيمم بريشر بتاعي بيبقى 120 بار داخل السلندر، والكمبريشن بريشر داخل السلندر بيبقى 90 بار تقريبا. لكن لما بيبتدي يحصل انسداد او الكلوجنج انجكشن نوزل، الحاله ديت او السيناريو ده لما بيحصل لقينا ان الماكسيمم بريشر زاد 51 بار فجاه، وصل لان الماكسيمم بريشر بقى عندي 171 بار. الزيادة اللي هو زادها دي بنسبة 42.5%، ودي مش نسبة قليلة. وهنا من التجربة اللي حصلت او من القرايات اللي احنا قدرنا ناخدها من السيميليتر، قدرنا نعرف ان هنا السيناريو ده هو عبارة عن مشكلة كبيرة بيشكل لي خطر كبير على الانجن لو انا استمر الاوبريتنج كونديشن بالوضع دوت لفترة طويلة. ده هنا هيعمل لي ممكن يعني هيعمل لي هاي ستريسز كبيرة على الانجن وعلى الكومبوننتس بتاعت الكومبشن تشامبر الموجوده، فممكن يعمل لي دامج في الانجن وما اقدر او اخسر الانجن بتاعي او اخسر بعض الكومبوننتس المهمه في الانجن بتاعي. ازاي اقدر اتغلب على المشكله دي او امنع حدوثها او على الاقل اقلل من احتماليات حدوث المشكله دي؟ ان انا استخدم فول بكواليتي عاليه، ما يكونش فيه امبيورتيز بشكل كبير، جودته كويسه عشان اقدر اقلل السبيسيفيك اويل كونسومشن بتاعي، وان كمان ما اضطرش ان انا احط له فلتريشن سيستم بدرجه عاليه او ان الفلتريشن بتاعي يكلفني كتير عشان اعمل او اخلي جوده الفول اصلا كويسه وهو داخل. فانا اقدر اختصر المشكله دي في ان انا اجيب فول بجوده كويسه، ان انا اعمل انستليشن لفلتريشن سيستم مناسب للانجن اللي عندي، ان انا اعمل مينتننس زي ما المانيفاكتشرر بتاع الانجكتور دوت او بتاع الانجن دوت قايل ازاي، ايه هي الخطوات، امتى يتعمل المينتننس دوت، ان انا اختار انجكشن نوزل مناسبه الديزاين بتاعها مناسب ل الانجن بتاعي، وان انا كمان احاول وانا بعمل اوبريشن للانجن بتاعي احاول ان انا اوصله للاوبتيمال تمبريتشر والاوبتيمال لود. لو قدرت ان انا انفذ الخطوات ديت هقدر ان انا اعلي من كفاءه الانجكتور بتاعي، اقلل من حدوث المشكله دي، وكمان اقدر اتغلب عليها لو ما خليهاش ان هي تحصل، ولو حصلت اقدر عارف اتغلب عليها ازاي واقدر اعالجها ازاي. طب احنا هنا ازاي نقدر نلاحظ ان المشكله اللي حاصله في الانجن بسبب ان حصل انسداد في الانجكشن فالف نوزل؟ المشكله هنا هقدر الاحظها او المشكله دي بالذات اقدر الاحظها من صوت الانجن ذات نفسه، دي اول علامه او اول انديكيشن بالنسبه لي. صوت الانجن ذات نفسه لو لقيت غير الطبيعي ويكون الصوت دوت عباره عن تخبيط اكن في حاجه بتخبط جوه الانجن،
تفكيري على طول يروح ليه ان في حاجه، ان في كذا سلندر او سلندر واحده او اكتر حاصل فيها انسداد في الانجكتور بتاعها. تاني حاجه درجه الحراره بتاعه الاكزوست اللي خارج، لون السموك الخارج من الفانل، وكمان لازم اركز بدرجه كبيره ان لو لون السموك لونه اسود، بلاك سموك خارج من الفانل بتاعي، دي برضو تفكيري يروح، لان المشكله دي بسبب ان حصل انسداد في الانجكتور بتاع سلندر ما من السلندرز الموجوده عندي. وكمان الفول كونسامشن بتاعي لو لقيته زاد بدرجه عاليه. شكرا. دي كده باختصار السيناريو اللي احنا اشتغلنا عليه، ورب يكون استفدتوا. التربو تشارجر بيكون مصمم ان الكمبريسور بيخرج الهواء باتجاه بيكون ماتشد مع الديفيوزر، بحيث ان الديفيوزر بيبدأ يحول الكينيتيك انرجي الى بريشر انرجي. لما بيحصل اي اعاقة لاتجاه خروج الهواء من الكمبريسور، بيبدأ ان الهواء ما بيبقاش خروج الهواء ما بيبقاش ماتشد مع الديفيوزر، فمن هنا بيبدأ يحصل تيربلانس وإيدز. نتيجة لده الديفيوزر ما بيبقاش قادر ان هو يحول الكيناتيك انرجي لبريشر انرجي، فبيحصل باك بريشر، فبيؤدي لحدوث السيرجنج. السيرجنج بيحصل نتيجة اعاقة الهواء، من هنا بيكون الاسباب اللي بتؤدي لحدوث السيرجنج هي في الاغلب بتبقى اسباب متعلقة بنظافة الاجزاء في التربو تشارجر، زي مثلا الكولاجد بتاعت الفلترز او التورباين بتكون ديرتي. وبرضو ممكن بيكون بسبب ان السكافنجنج بورت بيكون عليه كاربونز. وبرضو من ضمن الاسباب اللي ممكن تسبب التربو تشارجر سيرجنج ان الهواء اللي بيكون بعد الاير كولر بيكون درجة حرارته عالية، وده نتيجة ان ممكن يكون في مشكلة في دورة التبريد في الاير كولر. ومن ضمن الاسباب اللي بتسبب السيرجنج التغير المفاجئ في الحمل بتاع الانجن، يعني على سبيل المثال لو الانجن شغال عند لود عالي جدا، فبيكون الهواء المطلوب لعملية الكومبشن في الانجن بيكون كبير جدا، فبيكون الهواء موجود كتير في السكافنجنج مانيفولد. فلما بيحصل تخفيض مفاجئ للانجن، تخفيض مفاجئ للود على الانجن، ده بيؤدي ان بيحصل باك بريشر وبيؤدي لحدوث السيرجنج. برضو ممكن يكون الدمج في الكومبوننتس المختلفه داخل التربو تشارجر يؤدي لحدوث السيرجنج، وممكن ارتفاع درجه الحراره فبيؤدي لحدوث دامج في الكومبوننت، ومن هنا بيحصل سيرجنج، او ان الاويل ضغط الاويل منخفض فما بيحصلش تزييت مناسب للتربو تشارجر فيؤدي لحدوث السيرجنج. قمنا بادخال التربو تشارجر سيرجنج للانجن سيميليتور، ظهرت مجموعة الالارمز ديت زي ما هو واضح في الصورة في الالارم بيج. ونتيجة للسيرجنج أدى لارتفاع درجة حرارة الإكزوست في الست سلندرز زي ما هو باين في الصورة اللي قدامنا، وزي ما هو كان باين في الألارمز اللي فاتت. وده بيكون نتيجة إن لما حصل ريدكشن للإير، زي ما أنا قلت في الأول إن التربو تشارجر سيرجنج بتأدي لريدكشن في الإير سبلاي، فلما حصل ريدكشن في الإير سبلاي دوت قلل كفاءة الكومبشن، ولما كفاءة الكومباشن قلت ده بيؤدي لأن درجة حرارة الكومباشن بتزيد، ولما درجة حرارة الكومباشن بتزيد ده بيؤدي لزيادة درجة حرارة الإكزوست الخارج من السلندرز اللي عندي، وزيادة درجة الحرارة دوت ممكن يأثر عن يحصل تلف في الانجين كومبوننتس، وده طبعا بيؤدي لأن البرفورمانس بتاع الانجين بيقل. من خلال الانجن سيميليتور قدرنا ان احنا نحصل على الدرو كارد ديت،
واللي هي بتوضح المقارنة ما بين البي ماكسيمم في حالة النورمال اوبريشن والبي ماكسيمم في حالة التربو تشارجر سيرجنج، واللي من خلالها قدرنا ان احنا نعرف ان النورمال اوبريشن كان عند حوالي 120 بار، لما حصلت مشكلة التربو تشارجر سيرجنج أدت لزيادة البي ماكسيمم بحوالي 50 بار، يعني حوالي وصل لحوالي 170 بار بنسبة زيادة 41.67%، والزيادة هنا كانت في كل اليونتس مش في يونت واحدة زي ما كان في السيناريوز اللي فاتت، وده أثر على الديزل انجن وحطه في ستريسز عالية أدت لأن يحصل فيلير بالكامل، وده طبعا بيأثر على الشافتنج سيستم ككل. طبعا السيرجنج لها مجموعة من الآثار السلبية على البرفورمانس بتاع المارين ديزل انجن وحتى كمان على التربو تشارجر، ومن ضمن الآثار السلبية دوت إن بيحصل ديكريس في الباور نتيجة إن حصل ريدكشن للإير اللي داخل الانجن، فمن هنا بيكون كفاءة الكومباشن داخل الانجن بتقل، وبالتالي بيحصل ديكريز للباور، ونتيجة ان حصل ديكريز للباور بيحصل انكريز للفيول كونسومشن. طبعا زي ما انا قلت قبل كده ان حصل ارتفاع لدرجة حرارة الاكزوست اللي طالع من الانجن، وطبعا بتؤدي لانكريز في الوير والتير في التيربو تشارجر نتيجة ارتفاع الضغط. وطبعا الاضطراب في الضغط دوت بيؤدي لفايبريشنز ناتجة من التربو تشارجر. علشان نمنع التربو تشارجر سيرجنج لازم نتأكد بإن احنا بنقوم بصيانة دورية للتربو تشارجر علشان ننظف أو نستبدل فلاتر الهواء علشان ما تعكش عملية دخول الهواء زي ما قلنا قبل كده، ونتأكد برضو من صيانة الاير كولر، وإن احنا نعمل ووتر ووش للتورباين عشان نتأكد من نظافتها. زي ما قلنا قبل كده إن من أسباب حدوث السيرجنج إن بيكون التورباين بتكون ديرتي، وطبعا إن احنا نستخدم يعني وقود كفاءته عالية، وعلشان دوت ما يقديش ان تكون كربونز على السكافنجينج بورد زي ما قلنا قبل كده. طبعا ان انا اسمح للتربو تشارجر بان هو ياخد وقت كافي للورم اب ووقت كافي للكول داون علشان يقلل الثيرمال ستريسز على التربو تشارجر، وطبعا اتاكد من نظافة الاير انتيك والاكزوست علشان ما تعملش اي قيود او عقبات للهواء، وطبعا ان احنا نراقب البريشر ونتاكد ان هو يعني في النطاق المسموح به وتجنب الزياده العاليه ليه. طبعا زي ما قلنا قبل كده من اسباب حدوث السيرجنج هو التغير المفاجئ في الحمل، فعلشان امنع حدوث السيرجنج لازم ان انا اتاكد ان ما يحصلش تغير مفاجئ وان التغير يبقى سلس اثناء تغيير الحمل، وطبعا لازم اتباع ارشادات المصنع علشان اتاكد ان التربو تشارجر يبقى في النطاق المسموح بيه او في امان. دلوقتي انا عامل سامنج اب كده للكلام اللي زمايلي قالوه في السيناريوز المختلفة. الـ Early Injection أدت لحدوث وير في المارين ديزل انجن، وزيادة الماكسيمم بريشر داخل السلندر بحوالي نسبة 8.33%، والـ Late Injection أدى لحدوث decrease في الماكسيمم بريشر داخل السلندر بنسبة حوالي 7.5%، وده سبب decrease في الـ Engine Efficiency وزيادة في الـ Fuel Consumption. الانجكشن فالف وير عمل ديكريز في الماكسيمم بريشر بنسبة حوالي 4.16%، وده أدى لآثار سلبية على البرفورمانس وخلى الانجن امبالانس.
البيستون رينج وير عمل ريدكشن للماكسيمم بريشر بنسبة حوالي 10%، وأدى لزيادة الفريكشن والوير ما بين الأجزاء، وأدى لزيادة احتمالية حدوث اكسبلوجن. السيناريو الأول لقينا إن الـ early injection هي كانت أسوأ حالة في السيناريو دوت، وأدت لزيادة الـ pressure up to 130 بار، وأدت لزيادة الـ exhaust gas temperature والـ fuel consumption. في السيناريو التاني الـ injection pump cavitation عملت decrease للـ maximum pressure بنسبة 66%، وعملت ريدكشن للإنجن إفشنسي وزيادة للإكزوست إميشنز. والكولاجينج بتاع الإنجكشن فولف نوزل كان أسوأ سيناريو في سيناريو 2، وأدى لزيادة الماكسيموم بريشر بنسبة 42.5%، وأدى لديكريس في الانجن بيرفورمانس وانكريز في الفيول كونسومشن. السيناريو الثالث كان في الحالة بتاعت التربو تشارجر سيرجنج، وديت كانت بتزود الماكسيمم بريشر داخل الاول سلندرز بنسبة 41.67%، وهي كانت أسوأ حالة في السيناريوز كلها. الغرض من المشروع بتاعنا ومن الانديكيتور كاردز اللي ظهرت ان احنا نهتم بالكريتيكال اوبريشنال فاكتورز، عشان من خلالها نقدر نحدد الاعطال اللي بتحصل في المارين ديزل انجن، او حتى الايرورز اللي ممكن تحصل نتيجة استخدام الان افيشنت فيول او الان كوركت اوبريشن، وبالتالي ان احنا نقدر نحدد الخطر اللي ممكن يحصل على الاجزاء المختلفه من الانجن، وبالتالي اللي احنا نقدر نمنعها، وبالتالي ان المارين بليوشن يقل، وبالتالي ان يعني الشيب انرجي افشنسي بتزيد، وان احنا كده ممكن نقدر نقلل الاوبريتنج والمينتنانس كوست. حابب باسمي وباسم التيم ان احنا نشكر الاستاذ الدكتور مسعد مصلح ودكتور نور ماري على اشرافهم علينا في المشروع، وعلى توجيههم ودعمهم الدائم لينا علشان المشروع يطلع بافضل صورة ممكنة. وحابب ان انا اشكر السادة المناقشين دكتور عمان علي وباشمهندس منصور واصف على تشريفهم لينا ومناقشتهم لينا في مشروعنا، وعلى ردود الفعل الإيجابية منهم تجاه المشروع بتاعنا. وحابب أشكر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على سماحهم لينا باستخدام الإنجن روم سيميليتور علشان نقوم بالمشروع بتاعنا. وحابب إن أنا أشكر قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن جامعة اسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرازق على سماحهم لينا بعمل الفيديو دوت، وشكرا جزيلا لكم.